من ضمن الاخبار اللي هامه جدا عقوبات لجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم، والناس النهارده في الحقيقه نزلوا عقوبات او اعلنوا عن عقوبات، منها منع رئيس نادي الزمالك من المشاركه في اي نشاط رياضي متعلق بكره القدم لمده 3 مباريات، وغرامه 100,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئه ضد رئيس لجنه الحكام وحكم مباراه فريقه امام سموحه. انا شايف ان دي خطوه ايجابيه في الحقيقه، ان اخيرا هيبقى في عقوبه. يعني الحاجه الثانيه، فرج عامر رئيس نادي سموحه منعه من المشاركه في اي نشاط رياضي يتعلق بكره القدم مباراه واحده وغرامه 50,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي ادار مباراه فريقه امام اسوان. الاهم بالنسبه لنا بقى هو توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبه في حاله تكرار ذلك. البعض بيسال على كلمه توبيخ، احنا جبنا لائحة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، تحديدا المادة رقم 20 واللي بتحتوي على 19 بند زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا. خليني اقول لحضراتكم ان العقوبات الانضباطية اللي بتبقى على الاندية او على الاشخاص اللي مكونة من 19 بند بتضم، اول بند بيبقى ايه؟ تحذير، وهو خطاب رسمي الى مرتكب المخالفة يتضمن تذكير بالقواعد الانضباطية. في البند الثاني بيقول لك ايه؟ التوبيخ، يعني طلعت موجوده. انا بصراحه الصبح لما يعني لما عرفت الخبر قلت ايه توبيخ دي؟ هي التوبيخ دي موجوده في اللائحه الانضباطيه اصلا؟ لكن شفنا اللائحه عباره عن ايه؟ لقينا ان كلمه توبيخ موجوده زي ما حضراتكم شايفين كده. عباره عن ايه توبيخ دي؟ وهو عباره عن خطاب رسمي موجه الى مرتكب المخالفه يفيد بعدم قبول مخالفه القاعده الانضباطيه والتحذير بفرض عقوبه حاله تكرار المخالفه. هنا في سؤالين. السؤال الاول، هو كابتن سيد عبد الحفيظ عمل ايه اصلا؟ هنا احنا مش بندافع، لا، بس انا بجد عايز اعرف هو كابتن سيد عبد الحفيظ عمل ايه؟ انا مش عارف ايه هو اللي عمله. هم بيقولوا ان هو هاجم الحكام او اتكلم على التحكيم وكمان حاجه غريبه. احساسي الشخصي عشان يبقى في توازن في العقوبات، يعني عقوبه رئيس نادي الزمالك رئيس سموحه اجيب الاهلي في الرجلين بالمره، ده بصراحه مش منطق. يعني ده اعتقد كده هم قاسوها بالطريقه دي. تمام. تاني حاجه، ليه ما قالوش تحذير بدل اللي هو البند الاولاني، تحذير بدل توبيخ، خصوصا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما عملش حاجه. ليه تغاضينا عن تحذير دي في البند الاول وابتدينا على طول بتوبيخ؟ برضو ده سؤال يعني. طيب كلمه توبيخ في حد ذاتها ليه هي كلمه توبيخ؟ يعني ليه اسمها توبيخ؟ طب ما كان ممكن نقول توجيه اللوم مثلا. يعني لو انتوا بتحطوا كده اللائحه، طبعا احنا لا هنقول لكم، يعني انتوا ادرى اكيد ما فيش مشكله، بس احنا مراقبه يعني، واحنا بنحط اللائحه ليه كلمه توبيخ؟ يعني مش حلوه، كلمه مش حلوه. يعني ممكن نقول ايه؟ توجيه اللوم مثلا، يبقى عباره عن كذا 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 في الماده، لفت الانتباه مثلا، امور بنفس المعنى ده. لكن كلمه توبيخ يعني انا شايفها تقيله شويه، يعني مش حلو. لكن في كل الاحوال الاهلي بيلتزم باي عقوبات، يعني ما فيش مشكله. في عدد طبعا من البنود في اللائحه، يعني الغرامه، اعاده الجائزه، الايقاف عن اللعب، منع الدخول، يعني في اكتر من بند. اللي يهمنا موضوع اللي اتكلمنا فيه بخصوص عقوبه الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي احنا مش عارفين سببها ايه في الحقيقه. في كل الاحوال عشان نعرف